ونبقى في الشأن السوري، فعقب 3 سنوات من الحصار الخانق والقصف المستمر يقوم المزارعون السوريون في الغوطة الشرقية بتحويل تلال الركام والخراب إلى سماد يساعد على استصلاح الأرض وإنبات المحاصيل الزراعية التي تخربها المعارك الدائرة في المنطقة، ما عاد الخضرة إلى الأرض السورية من جديد. التفاصيل في التقرير التالي. يستثمر أهل الغوطة الشرقية بركام الدمار الذي خلفه القصف المستمر على الأحياء السكنية. المجلس المحلي في مدينة عربين يحول تلال الخراب هذا إلى سماد طبيعي يعيد الحياة إلى الأراضي الزراعية التي فقدت خصوبتها جراء القصف والحصار الخانق المفروض على الغوطة لأكثر من 3 سنوات. نقوم باستخراج السماد العضوي الصالح للزراعة من النفايات. طبعا هذه النفايات نقوم بتجميعها في مكبات واسعة، وتبقى هذه النفايات لمدة سنة أو سنتين كي تتخمر وتتفاعل مع بعضها البعض. فهذه العملية عم نطلع سماد للفلاح عشان يزرع، بتطلع عنده بضاعة محسنة، نفس الوقت بيستفيد المواطن بشراء المواد هاي البضاعة هاي بأسعار رخيصة إن شاء الله. بعد استخدام السماد من قبل المزارعين انعكس إيجابا على الأرض وجودة المحاصيل، عادت الخضرة النضرة لتدب في عروق المزروعات التي أنهكها الحصار والقصف لتكون مصدر حياة ورزق لأهل الغوطة بعد أن تقطعت بهم سبل الحياة وباتت أبسط مقومات العيش الكريم في مقام الحلم. الحمد لله، يعني الفرق هون مبين، والأرض بلش وضعها يتحسن، يعني كل شيء الحمد لله لقدام صار هون، منتجات يعني كتير ظريفة، بس بما أنه في شوية شوائب بس على حسب الحصار، يعني الله يجزيهم خير الشباب يعني عم يشتغلوا هذا الشغل، والحمد لله يعني الفرق بيّن والثمرات أحسن من قبل. إذن يحاول أهل غوطة دمشق والإدارات المحلية فيها مواجهة الحصار بما توفره الطبيعة تارة، وتارة أخرى بما خلفته آلة الموت، يستخرجون من سبب مأساتهم ما يضمن لهم البقاء والاستمرار، يبتكرون الطريقة تلو الأخرى للصمود، هي آية من آيات الحصار. نوع من الأملية لشعب يعاني الحصار والدماء منذ سنوات.